السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا لما عملت الناس فور فري كل الفيديوهات ذكرت إني في إشي ناسي، في واحد من يعني الأمور أنا نسيتها. شو هي اللي نسيته؟ أو وإيش الإشي اللي نسيته؟ الإشي اللي نسيته إنه نسيت أحكيكم ليش كل اللي عملناه عملناه، يعني إيش أنجزنا. بس قبل ما أحكيكم إيش أنجزنا، إذا بتتذكروا هون إنه في عندك اي بي انترفيس، فانا عملته بريدجت، يعني في وضعية بريدجينج. فكان عندك هوست اونلي ادابتر، فحولته لبريدج ادابتر، وبعدين اخترت اللي هو وايرلس، على اساس انه كلهم يكونوا مع بعض، سواء الويندوز 7 او الاوبنتو. كله يعني لو ألقيت نظرة على الكونكشن انفورميشن هون، كمان هذول بريدج انترفيسز، فهذول راح يكونوا على على نفس الشبكة. لكن بيبقى عندك هون الكونفيجريشن، فشو انت بدك تعمل؟ بدك تحكي له كونفيجر نتورك انترفيسز، لا كونفيجر، لانه اصلا فيش عندك غير انترفيس واحد، ففيش داعي تعمل كونفيجريشن للانترفيسز. انت بدك تعمل كونفيجر نتورك اي بيز، فبتحكي له do you want to use DHCP؟ yes. do you... طبعا بتكاش اي بي فيرجن 6، بس بتحكي له انه initialize. بتقدر تعمله مش DHCP، بتقدر تعمله static اي بي ادرس، ما في مشكله. او لا، هسه بنعمل لكم اياه static اي بي ادرس. Why take so long؟ طبعا بس احنا طبعا بما ان فعلنا اذا متذكرين بالفيديوهات، فعلنا ال SMB او ال CIF E أخذ كثير وقت. إذا في شيء غلط عندي بالنتورك، بس أعطي شوية وقت. طيب لو اجيت هون مثلا بدي اورجيكم شغلة، انتو كيف بتعملوا شيرينج هون بالويندوز، نظام الويندوز. مثلا اول شيء خلينا قبل ما نحكي عن الشيرينج، بس نلقي نظرة على الاي بي ادرس عشان نشوف انه شايفين الاي بي ادرس تبعه. فانا بدي اعمل شيرينج. كيف بدي اعمل شيرينج؟ Change advanced share settings. Turn on. لسه ما بعرف ليش. غريب. طب ما بدي اعمل له، خليني اجي هون احكي له نو انتر اي بي ادرس مثلاً، اعطيني 1.7.50.250، تمام. وبدي احكي له يس 24، يعني 255.255.255.0، وديفولت جيت واي 1.7.2.30.31، بعدين DNS 172.31،
بعدين do you want configure IP 6 ما بديش اعمل configuration IP 6 هذا بتوقع بس يعني هاي كل اللي احنا بدنا اياه بس مش عارف ليش عم بياخذ وقت طويل جدا ان شاء الله هسه بطولش تمام هذا اللي احنا بدنا اياه يعني هسه انا اذا بدخل على هذا الاي بي ادرس فمش راح اواجه اي مشكله turn on file and printer sharing save settings طيب بدي اعمل هون create a new بحكي له when share وبدي اجي اعمل هون share with nobody specific people like everyone no there you go خلينا نروح على الشيرينج شير مش هون just share this folder okay share with whom with everyone okay do you want to make connect private network? Yes, sir. No. Done. Close. طيب علشان اتاكد انه يعني احنا عملنا شير اذا متذكرين هسه بنغير اسم الشير مش مشكله لو اجيت هون براوز نتورك انتو شايفين في عندك ويندوز 7 وفي عندي ناس فور فري شايفينها اوبنت ورك جروب طيب اروح على ويندوز نتورك ورك جروب ويندوز 7 ليش تطلب مني باسورد طيب مش مشكلة المهم انه شفتوه انه يعني شغال مش مشكلة اوكي كل اللي بدي اجي هون بدي اعمل هيك طيب 172.30.30.250 هيك المفروض ميتين وخمسين ممكن تواجه هاي المشكلة ليش ريستارت مثلا خلينا نعمل جرب طيب الان خلينا نشوف كمان ما يعني ما شيل ما اشتغل طيب نجرب 10 نشوف الخيار 10 Do you want to disable host allow? No. Do you want to reset allow LAN only? Yes. طب جرب هسا معقول انه نجرب اعمل SSH 172.30.30
نورات هوست معناته لسه ما طب نو منيح انه يعني هذا الاشي اجا لا يس يعني منيح انه هاي المشكلة صارت معنا عشان تشوفوا عملية ترابل شوتينج يعني وكيفنا نغير الانترفيس غير اي بي ادرس اي اشي انا صراحة يعني ما كنتش محضر لهذا الموضوع نو يس 24 1 1 غريب 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 ويب جوي يوزنج يور ال اتش تي تي بي طبعا طيب جرب نعمل بينج ممكن انه انا المشكلة عندي طيب انا بحكيكم شو الحل نيجي هون ونشغل فايرفوكس ممكن المشكلة عندي بالجهاز تبعي عم بصير معي شوية مشاكل مرات بال configuration لل IP addresses والأشياء هاي فعادي يعني ممكن صارت لسبب معين يعني هالمشكلة بس اوكي 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 طيب 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 شوف اها شايفين يبدو انه المشكلة بال بإعدادات الشبكة عندي بس مش مشكلة عادي فذكروا انه admin ناس فور فري او واو ادمن ناس فور فري طبعا انتو بتعرفوا انه لازم تغير الباسورد لانه اول اشي اي واحد بزورك على الشبكة راح يشيك انه انت حاط هذا الباسورد يعني اي واحد بيجي عندك بعرف انه عندك ناس فور فري فاكيد راح يشيك ويتأكد انه الناس فور فري الاي بي الباسورد تبعها فانت بتتذكر انه انا حكيت لك من هون نعم من هون جنرال بدك تيجي تغير الباسورد تبعك هاي يوزر نيم بضل عندك هون الباسورد شايف بدك تغير يوزر نيم عادي ما في مشكله سميه اي شيء بدك اياه وهاي الباسورد هون بدك تحطه شيك عليه مرتين يعني current password ناس for free بعدين your secret password your secret password انا بس المرة الماضية عملت شغلة هون عند الزيافاس عند الفوليومز
and data sets. Sorry, data sets. بس هنا بدي اجي اعمل edit وسميه هاد عبارة عن بقدرش اعدل عليه هسه، كنت اغير الاسم. على كل حال بما انه موجود معناته انا بقدر ادخل عليه من هون. فبتعرفوا انه عن طريق اوبنتو بتقدر تفوت من هون على الناس فور فري. شاف ليش طيب شوف من هون. طيب اوكي نجرب من هون نجرب. طيب هيك ناس فور ري. غريب. طب معناته خليني ادخل هون واشوف ليش السيرفيس تبعتي بجوز لان ممكن لان غيرنا الاي بي ادرس ممكن انه صارت فيه مشكلة. الناس فور فري طيب بس اجي لهون نعمل ديسيبل. أرد أعمله إنيبل. سيف أند ريستارت. طيب شوف نرد نرجع النتورك بعدين انتو شايفين هاي الداتا وهي www. طبعا اكيد بدك تخفي www لكن ليش ممكن انت تظهرها لحتى ما تحط فيها البيانات. لو دخلت هون على الداتا وعملت نيو فولدر نيو دوكيمنت شيله كله فور فري. شايفين مثلا هاي الداتا working together بيجي واحد بفتحها على اساس we will work. اي اشي بدك اياه يعني انا بس بدي احكي له
to to be nice مثلا home family and save تفتحها او مثلا بعرفش تقدر هون تعمل مثلا new folder my prime with stuff and you